راديو إسرائيل ميكروت فلسطينم مترا امهسكي مهلا فراتا شلطون على المعفر رفيخ لخخوت مش مرانسي اوتا فلسطينت. الإذاعة العبرية عن مصادر فلسطينية: مصر توافق على تسليم معبر رفح لقوات حرس الرئاسة الفلسطينية. نقلت الإذاعة العبرية عن مصادر فلسطينية صيغة جرى التوافق عليها بين الجانب المصري وحركة حماس تقضي بسرعة تسليم معبر رفح الحدودي إلى قوات حرس الرئاسة الفلسطينية بالمشاركة مع قوات مصرية متمركزة على حدود قطاع غزة، على أن يجري فتحه بشكل دائم للتخفيف من معاناة سكان القطاع، متوقعة أن يتم تسليم المعبر خلال الأسابيع القادمة. ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية عن المصادر قولهم إن السفارة الفلسطينية في القاهرة تجري حاليا كل الترتيبات والاستعدادات مع الجانب المصري لتنفيذ هذه التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال زيارة وفد من حركة الجهاد الإسلامي للقاهرة مؤخرا. يديو تأخرونوت لعلوت لهارسيناي كدي لمتصوتو يديو تأخرونوت. علماء وآثار إسرائيليون يزعمون جبل الطور بسيناء ليس المكان الذي نزلت فيه التوراة، والجبل الحقيقي في الأردن أو السعودية، وبنو إسرائيل أول من أطلق على شبه الجزيرة اسم سيناء. بمناسبة عيد الفصح الذي يحتفل فيه الإسرائيليون بخروجهم من مصر على أيدي النبي موسى عليه السلام، شككت مجموعة من علماء الآثار الإسرائيليين في كون جبل الطور بشبه جزيرة سيناء هو الجبل الذي نزلت فيه الوصايا العشر على سيدنا موسى التي تعد اللبنة التي بنيت عليها التوراة. وذكرت صحيفة يدعو تأخرونوت العبرية أن مجموعة من علماء الآثار زاروا سيناء مؤخرا لمعرفة ما إذا كان هذا الجبل هو جبل موسى المبارك أم لا. وأوضحت الصحيفة أن العلماء الإسرائيليين يتوقعون أن النبي موسى قد كلم ربه في الأردن أو السعودية وليس مصر. وأشارت الصحيفة إلى أن نسخ العهد القديم المتعددة لم تحدد بصورة مباشرة الجبل المبارك الذي نزلت فيه الوصايا العشر، بل أشارت هذه النسخ إلى مناطق عدة بالشرق الأوسط. راديو إسرائيل 2000 نصريين مصريين مفكرين بيروشلايم لكرات خجيجوتا باسخا. الإذاعة الإسرائيلية: 2000 مسيحي مصري يزورون القدس حاليا للاحتفال بعيد القيامة المجيد. ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية في خبر عاجل لها أن 600 مواطن مسيحي مصري وصلوا لمدينة القدس لحضور الاحتفال بعيد القيامة المجيد في كنيسة القيامة. وأضافت الإذاعة العبرية أنه قد ارتفع بذلك عدد المسيحيين المصريين الذين يزورون القدس حاليا إلى 2000 مسيحي مصري. هأرتس زنوك بتلونوت على ترادوت مينيوت بتصفى إسرائيل وخاما كتفي إشوم هوكشو. هارتس 1073 حالة اغتصاب واعتداءات جنسية في الجيش الإسرائيلي في عام 2014. كشفت صحيفة هارتس العبرية خلال تقرير لها أن عدد الشكاوى حول عمليات الاغتصاب والاعتداءات الجنسية في الجيش الإسرائيلي شهد ارتفاعا كبيرا خلال الفترة السابقة. وأوضحت الصحيفة العبرية أن عدد الشكاوى وصل في عام 2014 إلى القمة، حيث تم تسجيل 1073 شكوى، مشيرة إلى أنه تم تقديم العديد من لوائح الاتهام إلى الشرطة الإسرائيلية حول الكثير من هذه الوقائع المشينة في الجيش الإسرائيلي. ماكو خدشوت تركيا مخانيم لفتوخ دف خداشة. المتحدث باسم الحكومة التركية: نسعى لنكون شركاء لإسرائيل ولم نكن أبدا معادون للسامية. قال نائب رئيس الوزراء المتحدث باسم الحكومة التركية بولنت إرنيتش أن تركيا تسعى لتكون شريكا جيدا لأمن إسرائيل. وقال بولنت في تصريح خاص مع القناة الثانية الإسرائيلية: ليس لدينا أفكارا أو وجهات نظر معادية للسامية، وإن فكرة معاداة السامية لم تلقى الترحيب في تركيا أبدا.
وأضاف أرنيتش: نفتخر بأن تركيا ليست لديها وجهات نظر معادية للسامية، إذ لا يمكنكم أن تجدوا أحدا في تركيا يعادي شخصا يهوديا أو معارضا لليهودية بشكل مباشر. يريوت أخرونوتا خشاش لخطفاء سريكوت أخر إسرائيلي شنادر بيزور كريات أربع يدعوت أحرونوت. ذكرت صحيفة يدعوت أحرونوت العبرية أن قوات الجيش الإسرائيلي تقوم بعمليات تمشيط واسعة النطاق في مستوطنة كريات أربع بسبب اختفاء مستوطن إسرائيلي، بعد أن تلقت الشرطة بلاغا من إسرائيلي يفيد باختفاء صديق له خلال سيرهم في إحدى الطرق بالمستوطنة. فيما ذكرت الصحيفة أن جنديا بالجيش الإسرائيلي قد اتفق مع صديق له أن يبلغ عن اختطافه في مزحة سخيفة من أجل عودة حبيبته التي هجرته، الأمر الذي كلف الدولة العبرية ملايين الشواكل واتخاذ تدابير أمنية مكثفة للبحث عنه. وما أن تم كشف حقيقة الأمر قامت السلطات الإسرائيلية بحبسه هو وصديقه.